تفضل السيد محسن احمد صالح رئيس لجنة الاحتكام، المهندس خالد ناصف سليم رئيس الاتحاد المصري لكرة الطائرة، الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، السيدة هناء حمزة رئيس اللجنة المنظمة لتسليم الميدالية الذهبية والنادي الاهلي. والآن جاء ختام التتويج كأس البطولة، يقدمه الأستاذ محسن أحمد صالح مندوبا عن سمو الشيخ علي بن محمد آل خليفة لكابتن النادي الأهلي. الكرة الطائرة والاتحاد العربي والاتحاد المصري لكرة الطائرة.